كيفكن؟ أنا أيمن عيتاني، أنا خبير بالإعلام الرقمي، وأنا مشتغل مع المؤسسات التجارية بساعدهم على استقطاب العملاء، وأكتريتهم عم يكون عن طريق السوشيال ميديا عامة. ودوري اليوم معكم أنه أحكي معكم شوي بخصوص أنتو دوركم لقدام شو يعني، وبعرف أنتو عم شوفوا كتير مؤثرين حواليكم يلي هني عم يقدروا يلاقوا منتوج مادي، وأنا هون شوي بدي أنصحكم بطرق معينة ليكون في عندكم مردود مادي قريب ومردود مادي بعيد، وبدي احكي لكم كيف بطريقه لانكم باول طريقكم تعملوها مزبوط من الاول تمشوا فيها لقدام. بهي المرحله اللي نحن واصلينا مرحله جدا مهمه، يجينا سوشيال ميديا اكسبرت يعلمنا اشياء نحن ما بنعرفها، خصوصا لانه نحن هلا بالاسبوع ال11 كبرنا كثير وطورنا كثير عن الاسبوع الاول، والسوشيال ميديا فولوينج تبعتنا كمان كبرت. في موضوع اللي يسمون براندينج وديركت ريسبونس، ديركت ريسبونس يعني استجابه مباشره، وبراندينج الناس تعرف فيكم والمضمون اللي انتم عم تعملوه. هول الاثنين كمحتوى اساسي بكون تفكروا فيهم. استجابه مباشره يعني اذا عم تطلبوا شيء من الناس اللي عم تتابعكم، يعني اذا عم تطلبوا منهم يروحوا على محل معين او يكون في تطبيق معين ينزلوه او يشاركوا معكم بشيء، هذا بيعتبر استجابه مباشره. في ناس كثير بتروح على الاستجابه المباشره اللي هو ما كثير مريح للناس اللي عم تتابعكم، وفي كثير ناس بتروح على البراندينج اللي عم تتعبوا كثير انتم بس ما عم تقدروا تستفيدوا منه بالاستجابه المباشره. بس كنت فكر فيه بعدين، وانا هاي العلامه التجاريه اللي عم اشتغل عليها هي العلامه الشخصيه تبعولكم انتم، كيف في بعدين بدي احولها لاستجابه مباشره، لانه هون بتكون عندكم تاثير، ما انتم مؤثرين بكون تاثير، التاثير يلي هو بنيته لمرحله كعلامه تجاريه كافيه لحتى لما عايزين استجابه مباشره بيكون في استجابه من الناس يلي فيها تكون بس بيشاركوكم برايهم او انه حابين منهم انهم يعملوا شي معي موضوع. كمان انا عم بدرس كنت شوي كمضمونكم انتم يعني على انستغرام وسناب شات، بعرف عم تركزوا على 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 تشانلز اكثر من ثاني، بس ما لقيت في ويب سايت خاص لكم فيكم كثير بسيط انه انتم مين، شو اهتماماتكم، والناس وين فيها تتابعكم. اوكي انا بدي اسالك سؤال، هلا انا اسم الكلينك واسم يعني الويب سايت اللي عم بعمله وكل شيء يعني عملت له لوجو وكل شيء هو chosen by a dietitian، بس وقت فتت على البرنامج غيرت يعني عملته سمر انطون، فانت بتنصح انه حط اسم الي ولا؟ هلا انا بحب افكر لقدام، دايما فكر لقدام، ومشان انتم كمثلين بدي اياكم تفكروا لقدام، بدي اياكم تركزوا على 10 15 20 سنه لقدام. يعني هلا انتم عم تركزوا على موضوع معين اللي هو يعني بحالتك انت كاكل صحي وانت حضر الافلام، بس يمكن مع الوقت تلاقوا حابين تركزوا على شيء ثاني او اهتمامكم شيء ثاني او شغلكم اشتغلتوا عليه شيء ثاني. فانا دائما هيدي الحاله بفضل يكون في اسم الشخص، وهالشخص عنده يعني كذا مشروع حوالي هالشخص، طبيعي كثير كنت سمع عشان يكون في غير مشاريع تهتم فيها، بس الاسم ما ينسى. يعني الاسم اللي انا حاطه سمبل انا احس انه كثير صاروا يعرفوني فيه يعني من اكثر من 4 سنين 5 سنين، وهذا اللي هو الاسم. فانا لما اجي احكي لهم راشد ما يعرفونه، انه راشد يعرفوني بالاسم هذا، فحسيت انه هذا الشيء اقوى واسهل برضه في النطق. انا حابب كمان الفت نظركم على شغله، تعملوا تحليل للمضمون اللي عم تعملوه، يعني بكل اليوتيوب او انستغرام او غيره بيعطيكم معلومات على كم واحد شافه، اي فئه عمريه، من اي بلدان، يعني فيكم تشوفوا انتم شو الناس عم تتواصل فيها، يعني شو الناس عم تحب اكثر من غيرها، فيكم تحللوا تشوفوا وين عم يجوا الناس وين عم تتابعوا. انا بس بدي اياكم تفكروا فيه هو الخط الطويل لقدام، وبس تبنوا انتم علامتكم التجاريه بدكم تحولوها لشيء ثاني اللي هو تكون مشاريع معينه يلي خاصة بعلامتكم التجارية ويلي خاصة بانتو لقدام وين حابين تعملوا. وهلا بتابعوني انا، وشو عندكم اسئلة بعدين على انستغرام بعتوا لي دي ام وانا بقدر اجاوبكم على اسئلتكم. شكرا.